ايه اللي غريب فعلا؟ الفيسبوك. لان في حاجات كتيره قوي ملهاش اي معنى، زي البوك. يعني لو حد عمل لك بوك تفهم ايه انت بقى؟ اني يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا. تقريبا موضوع البوك ده لو ترجمناه للعربي هيبقى اللي هو اوعى اوعى. اه والله. لا وايه يعني؟ اي حد ممكن يسمي نفسه اي اسم، اي اسم. انا شفت علي جاكسون وداليا سبيرز وايمن فان بيورن. اه ايمن فان بيورن اخو هيثم فنداتا. واخر واحد شفته كان اسمه حماده هاكر. رحت داخل له ده بقى كاتب له على الوول، قلت له يا حماده يا حماده يا حماده، هو في هاكر بيقول على نفسه كده؟ نقط 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 سمايلي فيس. تاني يوم صحيت ما لقيتش الفيسبوك بتاعي، ما لقيتوش. لا وايه؟ اي حد ممكن يعمل جروب، اي حد. يعني تلاقي مزة حلوة فانز، او everybody love سوسن. انا اخر جروب شفته اسمه يا جماعة عايزين نصالح ألفة على ابراهيم. ومصورين بقى ابراهيم قاعد لألفت عامل لك، وألفت حاطه رجليها في وش ابراهيم عامله كده. مسجات 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 يا جماعه دول عشره، وانا مالي ماليش دعوه. والخدعه بقى في الجروبس دي، قال لك يا جماعه لو الجروب ده جاب 100,000 بني ادم تامر حسني هيلا شعر صدره وحواجبه كمان. فعلا يا جماعة كل الناس على الفيسبوك، كل الناس. انا اول امبارح دخلت لقيت عمتي عاملة لي اد، عندها 50 سنة ومحجبة وتخينة كده وقصيرة، واقفة جنب عمي عاملة كده وكاتبة تحت مي اند ماي بيبي. وتاني صورة عمي لابس مايوش تريتش وعاملة له تاج بيبي. وتالت صورة هي واقفة عاملة، وابويا عامل لها كومنت الدهن في العتاقي. ردد عليه جوز خالتي، البلدي يوكل يا معلم. بلدي؟ دخلت عندها على الليست لقيت عمتي وخالتي وجوز عمتي وجوز خالتي وجدتي الله يرحمها عامل لها جروب اسمه تيتا لافرز. لقيت عمي كاتب لي جوين يا حيوان. كل الناس على الفيسبوك، ده البواب بتاعنا عنده فيسبوك. اخر مره وانا نازل لقيته بيتكلم في التليفون بيقول له الو ايوه يا محمدين كتبت لي على الحيطه. بس يعني انا مبسوط بصراحه ان هم بيسهلوا التظبيط. يعني انت تبعت مسج، تعمل بوك، عملوا تشاتنج، بعد كده الموضوع هيبقى اسهل. يطلع لك صورة كده تقول لك منى دي وونت، تقول له يس، يقول لك داونلود ناو على طول. بس اكيد هدفع فلوس، الا بقى لو حد فيكم يعرف حمادة هاكر.
انا من موقعي كمذيع او مصيع في التلفزيون قابلت ناس يعني ذو شأن في البلد دي، ادهم طايلة وناس وزراء وناس، انما لما تقعد مع راجل مسؤول كبير جدا طبعا بدون ذكر اسماء عشان ما نروحش الاسم يقول لك اصل برضك الموضوع ده تعرف على طول انت حجمك في البلد دي ايه او البلد دي رايحه فين. وبعدين نفس الراجل ده يقول لك انت عارف احنا ليه ما رحناش الفيفا علشان حسن شحاتة فيفة ايه، عندنا مشكلة كبيرة في الاف والفي الفيفا طبعا في البي والبي. يعني من كام يوم حد اخبار الفالنتاين معاكم ايه يا جماعة؟ فالنتاين احتفلنا بيه من كام يوم، حد عمل حاجة في الفالنتاين او الفالنتاين؟ ما حدش عمل حاجة في الفالنتاين خالص ولا حد؟ مش ممكن. ده انا كنت معايا واحدة بنت مزة جدا ستايل قوي او ستايل، وبعدين دخلت كنت انا في عارفين انتوا في الزمالك في كوفي بين تي ليف تشيز كيك، عارفين المكان ده؟ كنت قاعد معاها فالتليفون بتاعي رن، دخلت تواليت فطلعت لقيت الوش غير الوش ده وش الكلب، فاللي هو في ايه مالك؟ لا ما فيش. ايه يعني انت متغيره؟ لا 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 خالص. مين بيبي دي اللي انت مسيفها على التليفون؟ تلاقي بيبي ما عنديش حاجه حد اسمه بيبي، يعني انا كدابه رن مرتين وانت في الحمام؟ قلت لها بيبي مفيش حد. قالت لي اهي. قلت لها بابي ده بابا، باباي اسمه بابي عشان انا خنفس بحب اروح الزمالك، اخرج في الزمالك انا كل يوم جمعة اصحابي بتوع الهارلي دي. حد هنا عنده هارلي ديفيدسون يا فقرا؟ حد فيك عنده توت الاسود بلاك بيري؟ حد عنده بلاك بيري؟ في حد عنده بلاك بيري خالص؟ برضه فقرا مش ممكن. يعني اصحابي الاغنياء بيروحوا يركبوا هارلي ديفيدسون كل يوم جمعه يقفوا عند تي ليف ده ولا اسمه ايه، يركبوا الهارلي اصوات رهيبه لبس غريب يعني جلد جلد على جلد فبيجيبوا الحساسيه يطلع له حبوب. وبعدين يقعدوا في الكافيه تلاقي كلهم قاعدين حاطين الخوص بتاعتهم كوانتيات كل الاكويبمنت كل الامكانيات اللي في الدنيا، ويقعدوا خمس ساعات ما بيتكلموش خالص مع بعض. معرفش ليه كلهم قاعدين كل واحد لابس نظاره غاليه جدا وبيبص في حته، وحواليهم مجموعه من البنات الظريفه جدا هم فاكرين طبعا انهم بيبهروهم. لكن عايز اقول لهم حاجه، اصغر واحد في الناس دي عنده 50 سنه، يعني ميدل ايج كرايسيس. كنت فين من 20 سنه يا كابتن بكرشك اللي طالع ده وجنابك اللي طالعه من الجينز؟ مش لايق واسنانه بقى خلاص اصفرت انتهى. يعني مع احترامي طبعا لكل الناس اللي عمرها 50 سنه ومحافظه على نفسها، طبعا مش عايز اقول حاجه. بس قبل ما امشي كنت عايز اقول نكته دايما بختم بيها، هي نكته ظريفه كان قالها ايدي ميرفي، عشان في ناس جوه قالت لك انت يور ستيلينج ايدي ميرفيز جوب، بس يعني مش مشكله. بيقول لك في دبه وارنب كانوا في الغابه، كانوا بيعملوا كاكا في الغابه، اوكي؟ فالدبه بصت للارنب قالت له انت عندك مشكله يا ارنب في ان الكاكا بتمسك بتاعك في الفرو بتاعك. فالارنب بص له كده قال له خالص. قامت الدبه ماسكه الارنب مسحت بيه الامبوله بتاعتها. شكرا.